السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يلوح أنا جلس عطان تلفزيون كقرن كسومنلان واحد كسر دواتان ورئيس الجارة وعمل الله يلا إنه وكيل كهرئيس سومنلان أفردي ذلك أمريكان وحاول وصوب بحروف التلفزيون كقرن كسومنلان أمباستور رشيد جاروف مركو روح كسر دوات التلفزيون كقرن كسومنلان وهل ما أنت هاي هذه كيو بعد هذا التلفزيون كقرن كوا أمباستور واحد محكاوي دين دونا هشيز كان سومنلان يتوبيا جلس عليه هشيس ما ها وحوي M O U أما ميمورندوم أوف أندرستاندين مركا أما ستور مركا هراء إنت عن الأوجد قلنا شيء كذا بحدة ده كل أحد بلش غير سو ماله فهم سيسا طب بدنا واحد كذا عن M O U قفان سنين مركا واحد يرد دول استعكتها وحوي هاي إسفهم كني هشيس دورت والله غيبة هشيس مركا اللي له ووحل اللي له agreement لكن وحوي إس وحل وحين دولة الصومالي لان يدولة إثيوبيا إسلا فهمين إن أي دنيا إن هشيس ولا جلان وخذبضك قرن إسفهم كن أي هشيس كذكتان مركا هشيس مو هين وحن لو ده صحيح هاي لكن وحها إسفهم لا إسلا فهمي إن دور كا خذب إسفهم كن كتيرة ويسند صور نقضوا هشيس لقى وده قالوا لو ده صحيح هذا إسفهم كو حسيق يا ح وحن الدنيا إن هشيس لقى قال وهكذا مركا إسفهم كني قارم وهشيس نقطرة وحن غنكرة مركا لا يسوسون نقضه يخوض بدن إسفهم ككقرن لصيفة فاهيو محنو بيجي ده لصيفة فاهيو for example لما كين كستو أي دولة الشمال لان كو غلاتي تو بين لباتن كيلومترو إن هبتا لقى كريو تمشي لباتن كيلومتر نغنيين لما عيمن هادو هو إن هشيس لقى عيما الله يسلا صار نقطة. هشيس كقديس هاي كسيج. ويه هشيس كقديس ده. كسيج شو تمر كاو حياة بدنو فاهم فر بدنو أيا إما كم بغن وأنا سفهم كم كشرين لكن هادو تهشيس كشري دون ده. وهاي كم باستورة إن هدي سفهم كاس أمير الله أو هشيس رسمي نقطة. إن حضر مرة لسا إن سومال لنا كيف هاي ديسو أما شعب كي دولة الخير سومال لنا كيف هاي ديان. إسفهم كان إما كورت سومال لان شنقض بأو بيشروا وين شنقض بأو كلوا وين إنك حقين كوغوين واقوانسكي ودي ريذين برومو دي ودولة دي توبي مركا شيس كان لسحيحة مركا لسحيحة بينا قوانسان إسا وقود كوغوين كا أمالين ما يور قف أباحن مانتا إن لو شرحة أقوانسكي إن لبي صدن كسن سودك عالم إن قف أباحن إن لو شرحة تامي شروع تاسوسا ويدا شرح إسا قلب كل بعد يوم كتشري سيدا عند ريبورتس كل عام كسب حي شيء يعني وحوي إن ملكية دا تو بين إيرلاينز تا بقول كيف الله مات لغسي يسمع يسمع لغسي إن قلب كه هي رئيسنا قلب كه معني يسوي حوي إمك سنة كي نصور دافع هذا ذيك تدخل جي سو قلي تو بين إيرلاينز وحوها 6.5 بليون دولار 6.5 بليون دولار كا وخرش كي سوق الأوردن مركي خرشات وإنكم كي سوق الأوردن مركي خرشات كلا قشرو فإذا دي هشيس سنة كلا صور داف أيا وحوها 1 بليون 6.5 وحوها دخل جي دي أوردن مركي خرش كي دل قشرو فإذا دو صور دي وحوها 1 بليون هدي ما أنت 20% أين يلنا يتوبين إيرلانيستا تام عنه هيدو حوي سنة كلا صور داف وحوها نهيل لهين لما بقولوا مليون بقول كيف الله باتن 1 بليون مركي هي فايدة السوق شا لما بقولوا مليون أيون لا سير هلي لحين أدين 20% كا أيون لحن لحين والله عاجز بدن أو إنك ما أضف ربضن بهالك أي نجس وقلية قلوب كسد حاد وحوي إن أي هشيس نوادد أما security أما defense agreement أي نجوا قلاتي إن إثيوبيا تام عن هيدو وحوي سيد ما أنت إسرائيلي مريكا كده حيسوه كله الأدي نجينا صورت يجينا ويصورت أدي يجي صورة ثانية نحن وين صورة إن إن هشيس نوع عصو كلا دفاع لقى قالوا تمانتو قبل كا أن كنا والله هاي دولة دوغو وين وغو أود روني وإثيوبيا مركا عن حقيقة لقى بيرين هدي دولة دوغو وين أن هشيس نبض لقى قالوا ويدو يقولوا نبض دي لالين يان إن نقولوا نبض دي لالين إنه ده هو فائدة أدوين وأما هالنقطة إن هدي دي نصور رتاي نلا دجال قليان أما هالنقطة هدي أينو هوب هدي أينو هوب نسينا يان أو أينو هوب إصداف سيسنا إنه لكن دي العاد كي يكتبه إنه جرنتي جريان نبدين يسكيور تجينا
وفائدة آذوين وإنك غيرن كينا شريتان كيس إلى النساء قدوك أفراد ميش كتيرا وحوي إن أي راهين ألابتي يبقى مش تركيا أنه كل سوء دقيني دكتة بربرا ومان تبغلكي بشان أي صوم ريان وانو كسي كردينينا وبغلكي بصدن بانو غارسينينا إنك ستوين نغو أنو رجل يوتيوب بغلكي بصدن بي غارسينيسا أين ميلا أنو نغي يوتيوب يشيس كو كلا سحيح أنا يو بغلكي بصدن أيكو غرطا دورت مجرطو مان تكور مركا تاسمين يمكو يرموويسا وبعد مش تركو دي بغلكي بصدن وحي صوم رسانيان بربرا قضب كشنادة كتيرانا وحوية وحوية إني إني cheap electricity. free أما cheap ها late شابن أيو هلو. دي مكمان تو هذا كتو مجالك كستو أما قبل كستو إن سومال لان كميدا late كرونتي ده كي نوا كوغالة. و late كبو تيرا أو و available ده كي لكن مجالو يمكن كي نوا دمي. ده ككونوله dad maanta awooday inay layr ka wada iibsadaan wasoobta xafideen iyo guriyeena hal laambad aad arkayso ama laba laambadood ay uga daaran yihiin waxa intaaba ka sii daran maanta hadii aad istiraha adigu warshad yar sameeyso oo waxay doonto sameeyso warshad dar ka sameeyso warshad yar hadaad istiraha sameeyso kharashka warshadda kugu kacaysa iyo kharashka layrka waxa badan kharashka layrka marka haddaynu layr jaban helo وحاادو صورت قالا إن دخاليه إنو كورو كورو آي داد كير شعب كينو مال قشتادان إنو ورشده يرير سمايستان مركا ورتشان تا قضو بي واوين أيا إنك إنو بيجر إيجا محاو بيجر إيجا وحاو بيجر إن لباتن كيلومتر أو حيبتا أي نو كاكرا إنو إن وحان أركي داد بدلو يسكو خلدي ميشن بدكت بيكا ديسانيان ميه دكت كما ديسانيان dulkan iyo 20 kilometer waxa loo siiyay in ciidankooda navy-ga ee ciidanka badi uu soo dego laakiin alaabta iyo baa mushtarka ay la soo degayaan wali waxay u isticmaalayaan oo ay kala soo degayaan degada badda ha laakiin halkan waxa degaya ciidankooda bad ee Djibouti baa idin ugu dhow waa aragtaan oo shan wadano waaweyn baa mid waliba ku leeyahay base ta marka haddii halkan base 2B ka siino oo aynu aqoonsiga iyo shantan waxay waaweyn ku weydaarsano oo weliba u dhulkiina dhul laga kareynayo dhul la siinayo aanu ahayn anigu waxaan arkaa in isfahamkanu maanta uu yahay mid aad iyo aad Soomaaliland faa'iido weyn ku leh in berigii DP World ay meel gashanaysay dekedda berbera waxaa jiray dad ka soo horjeeday maantana shacabka Soomaaliland meel kastoo ay joogaan waxa ay arkaan maalgashiga DP World ay samaysay marka koowaad halka uu gaadhsiiyay dekedii berbera marka labaad dakhligay naga soo galay intuleegii marka saddexaad inuu inoo keenay wadada dekedda berbera iyo wajaale isku xidha inuu inoo keenay maxay hayday xataa wadada yar ee Hargeysa dulmarsay ee ka jiday waxyaabahaas oo dhan inuu inoo keenay in wadankii Ingiriiska ahaa wadamada adduunka ugu waaweyn ka mid ah inuu maal gashado oo intii inoo yimaaday idhaaho waxaan maal gashanayaa aan ka mid noqonaya heshiiska DP World marka runtii in caalamka aad heshiis la gasho oo adiguna interest adiguna aad dantaada ka dhex aragto iyagana dantan uga sameyso waxay inoo keenaysaa sida maanta isfahamkanuba uu aqoonsiga Itoobiya ugu horreeyay inoo keenay ayuu isfahamku iyo heshiisyadu ay kugu keenayaan inaad dadka kalena dantooda aad siiso adiguna dantaada ka raacato aqoonsi badanna haddii alla ka dhigaan wax rasheynaya inuu inoo keeno kan waa kii koowaade heshiiska waxaa kaloo ka mid ah oo aanan markii hore ku darin heshiisku waa saddex dhinac waa dhinaca dhaqaalaha waa dhinaca diblomaasiyadda iyo dhinaca securityga marka dhinaca diblomaasiyadda aqoonsiga ayna aqoonsadeen oo keliya maaha dhinaca diblomaasiyadda waxaa ku jira in Itoobiya ay nagala shaqayn doonto inay wadamada afrikaanka iyo wadamada kaleba inoola hadli doonto ina garab istaagi doonto aqoonsina la raadin doonto maahan iyadoo kaliya ina aqoonsanayso waa inay aqoonsi inala raadinayso marka runtii isfahamkanu waa mid danta qaranka Soomaaliland ku jirto waa mid danta shacabka Soomaaliland ku jiro waa mid qarankeena nabadgelyadiisa ilaalinaya waa mid dhaqaalaheena kobcinaya waa mid nabadgelyadeena ilaalinaya
مركز رنتي أروح أنا لها وحنا ركي السوشيال ميديا هدف فربنا غير سوماليو هو مرور العصر وغاركوت استعماليان هذا الله شالي توحى مالين بدو إن يحس الشيء خوسنا لا يتوب يهديك بدون يسو وضد يصحى هيد هاوس عمرته تحسون معناه تحس سجاد دوري يمسي مركز إنه هالشيء كله قلينه وكحنا قصي سكونه حلو يعني كي صومر أنا هالشيء كايد لك اللي هي مركب أنت ضد كل سؤال حناقصن أنا قلت حنا قودي هوري هذا الكودي هوري مثل ما يدينو جهاي بن ثانو وركي وحن لا شيء تو أكو مغلي شوين مركب لكن ضد شعب كثير سو مال لان وحن رلها يعني إن نقدر نقول إن إنه يدن تين نقدر نقوله يعني إن نقدر نقول إن لبي صد السندود أيين وقوس الرادنين وملك ساين ومر ودن كيوغو ريين واردين غوصر يمان تو ايتوبيا يان عسنما دينو يان عسنما ين غادين و اينا دنتين اللو منين وان بارلمان كا يو محاكو داي غورتي دا يدد كالي هاي خصيصو اي اوباهان اسفهم كن ان اي تاقيران و اما سحيان وحاكو لا تلين ايا فرصد دهبية بين مان تايثنا الهي وحاكو بريه انانو يرقلو منين أما استبحان كل بلاس كاس عاد صو هذا القاضي إن ليدن كدقي مش مدعوينه هنا إن كشري جاف كيسة واحد شراء ضد بنو أرنكا كل شهور راي أو عبسيك قاضي إن ليدن كان اللي مش ولد تشيني